الداخلية تعلن مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر. وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن برنامج الوزارة بصعيد مصر حقق نتائج ملموسة على أرض المحافظات. وزير الإسكان يعلن الانتهاء من تنفيذ 4032 وحدة سكنية بأكتوبر الجديدة. أعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد لمدة شهر اعتباراً من 1 أغسطس القادم. أكدت وزيرة التنمية المحلية منال عوض أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد واحداً من أهم المشروعات الجارية للتعاون مع البنك الدولي، مشيرة إلى أن البرنامج قد حقق نتائجاً ملموسة على أرض المحافظات وقدم نموذجاً جيداً في تعزيز قدرة الإدارة المحلية على تقديم بنية تحتية وخدمات عالية الجودة وتحسين البيئة لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل وتحسين مستوى جودة حياة الملايين من المواطنين بالمحافظات المستهدفة. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 4032 وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بمدينة أكتوبر الجديدة، كاملة أعمال الطرق والمرافق وتنسيق الموقع العام وجاهزيتها لاستقبال المواطنين المخصص لهم تلك الوحدات. أعلن وزير الإسكان شريف الشربيني أنه سيتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن باقي المرحلة 8 و8 التكميلية بعدد 128 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 11 أغسطس القادم وحتى يوم 11 سبتمبر المقبل. ترأس نائب وزير الصحة والسكان محمد الطيب الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بتشكيلها الجديد للوقوف على آخر مستجدات العمل بالمنصة الإلكترونية للسياحة الصحية تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وأكد نائب وزير الصحة على ضرورة تسريع وتيرة العمل بالمنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية والاستشفائية، مشدداً على سرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الصدد تمهيدا لإطلاقها في القريب العاجل وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.